بالمناسبه، مين ابرز الاسماء الولاد والبنات عندنا في العاب القوى في النادي الاهلي؟ عندنا احنا النادي الاهلي على مستوى مصر، احنا يعتبر اكبر نادي في مصر الحمد لله بيهتم بالعاب القوى. يعني حتى لو الاهتمام بالنسبه للي شايفين اللي في المجال، اولادنا شايفين ان احنا الاهتمام ده مش كافي، لا بس احنا نعتبر رقم واحد في الاهتمام بالعاب القوى. عندنا عناصر طيبه، يعني عندنا طبعا احمد عبد الرحمن في الرمح، عندنا مصطفى الجبل في تحت المطرقه، عندنا محمد مجدي حمزه في الجله، دول كمرشحين اولمبياد وان شاء الله مرشحين ان شاء الله اولمبياد باريس باذن الله. عندنا في الوزن بنقطه حراك اسراء سمير بطله الاهلي ومصر والعرب في الوزن الطويل والثلاثي. عندنا ناشئه ان شاء الله هتاخد منها الرايه في الناشئين اسمها سلمى. بالنسبه للجري بقى في ال 100 متر عندنا ولد مميز جدا جدا في ال 100 و 200 متر اسمه ابراهيم مصري. وعندنا امام منصور في 400 متر. عندنا كوكب ما شاء الله، ده في كم كبير يعني. القفز بالزنا عندنا ولدين كريم، واحد اسمه كريم واحد اسمه تامر، بيحققوا 4 متر 60 سنتي و4 متر 70 سنتي. واعمارهم قد ايه تقريبا؟ تحت 16 سنه. تحت 16؟ وده يعتبر يعني رقم، احنا بقى لنا كتير ما وصلناش للرقم ده من تحت 16 سنه بالذات. اوكي. خاصة أرقام الدرجة الأولى 5 و5 15 مش بعيدة يعني. إن شاء الله يعني بنتكلم في 30 سنتي بإذن الله، بإذن الله في خلال السنتين اللي جايين دول يوصلوا لها، لأن هم عناصر طيبة وصغيرين في السن. عندنا في المشي في واحد اسمه إسلام عبد التواب وأسامة في ريادة المشي. يعني إما واضح إن حتى في كل فرع في ناس في أسماء معينة دي حقيقة. عندنا شهاب في الـ في الـ في القرص، وريمة أحمد عبد الله في القرص، وسلمى محسن شمس في الرمح. عندنا ما لا يقل عن 15 ولد وبنت مميزين على مستوى مصر وعلى مستوى العرب. وباذن الله متوقعين لهم خير باذن الله الموسم الجاي، هتسمع عنهم كويس ان شاء الله قريب. الرحمن. لا وبعدين احنا ما عندناش ذره حتى يعني تشكيك ولا انعدام ثقه في كفاءه كل حضراتكم وكل القائمين على منظومه العاب القوى. ده احنا اخترنا ان انتم تبتدوا معانا سلسله الحمد لله الحلقات اللي هنتكلم فيها عن الملف ده بصفه خاصه، اللي هو صناعه البطل.